سلام حبيبي، شكرا مع لك. السلامة. طولنا عليك سامعني وتعبنا. كده؟ اه سامع حضرتك، الله يكرمك. كان في سؤال لا لحضرتك، لا تحفظني، لا تحفظني. ايه احسن مصادر ممكن المعماري يستوحي منه يستوحي منها هم افكار؟ الشباب بيسألوا أسئلة مخصصة لحضرتك، ايه الحاجات المصادر اللي ممكن المعماري يستوحي منها الافكار بتاعته؟ معماري يستوحي منها أفكار، مصادر المعماري يستوحي منها أفكار. والله الشباب بيسألوا أسئلة إجاباتها في كتب. عايزين الملخص. طيب والله هو كان زمان إحنا كنا الأفكار دي، المعماري كان بيقعد مع نفسه كده يمخمخ ويجيب الفكرة. بعد كده الدنيا اتطورت شوية، بقى بيجيت انسباير من الحاجة. يعني مثلا بعمل ديزاين لمصنع، فممكن اتخيل الطياره في المستقبل شكلها ايه مثلا، او الاندستريال ريفوليوشن في المستقبل شكلها ايه، والديزاين المصنع بشكله كده، بحيث ان هو يبقى انسبايرد من الفيوتشر مثلا. يعني بضحك امثله. بعد كده الدنيا اتطورت شويه، وبقت الناس بتعتمد على مثلا حاجات بيئيه. بعد كده بقت شويه الموضوع ليه علاقه بالسستينابيلتي والانفايرمنت عشان يلحقوا الكوكب قبل ما ينهار يعني. بعد كده الدنيا اتطورت اكتر، فدخلت فيها فكره البايوميميكري بقى، وان انا اميمك حاجه. فبدا مثلا يشوفوا فراشه فيشوفوا الاستراكشر بتاعها عامل ازاي فيجيت انسباير منها، يشوف ورده يشوف الاستراكشر بتاعها ازاي انسباير منها، زي المبنى اللي هو عامل زي الاناناسيه اللي عامله هرمون بوستر ده. مثلا يعني هنفترض ان هو كان شاف اناناسيه وعجبته، فجات له منها الفكره. يعني طبعا انا بهزر واكيد ما عملتش كده، انا بحاول ادي مثال بسيط الناس تبقى معايا. يعني بقت فكره ان انا بميمك، فان انا ميمك دي مش بس بالشكل، ان انا ميمك بقت كمان انشائيا. يعني مثلا الريسيرش بتاعي الحالي اللي انا شغال فيه، ويمكن شغال فيه زي الناس بتوع اميبا، وكان ليهم ابلكيشنز كتيره فيها في الفيوتشر سينس 19 اللي فات ده على طول. كانوا عاملين حاجات ميتال برنتنج مثلا، وحاجات كبلاستيك برنتنج جايه على فكره البايومينتري، من فكره السوارم انتليجنس بتاع الحشرات وهي بتركب الطين على بعض، حاجه معقده كده في علاقه بالنمل والطين، وهيشوف النمل المعموله من الطين. هي الفكره ان هو مش بس ياخد الفكره كشكل، ده ممكن ياخد الفكره في طريقه التنفيذ، ده ممكن ياخد الفكره في نوع الماتيريال، وممكن ياخد الفكره في علاقه المكن ببعضه. يعني بدل ما انا بستخدم روبوت واحد، ممكن استخدم اثنين، يبقى في كولابريشن، فالروبوت ده بيكلم الروبوت ده، سواء ده بيديله الماتيريال ده يروح يحطها، او ان ده وده بيحطوا مع بعض بس ما يتقاطعوش عشان ما تحصلش مشكله، وهكذا. يعني هو الموضوع كبير، بس يعني ده في تلخيص كده يعني. تمام ما شاء الله. طيب هو في سؤال حضرتك جاوبت عليه تمام، اللي هو هل ممكن نربط برامج البيم ببرامج تصميم البارامتر بالبارامتريز، وده هيبقى مهم بالنسبه لنا؟ هل نقدر نربط البيم ببرامج تصميم بارامتري؟ لازم نربط، لازم. يعني انا الناس اللي هي، والله انا بشجع اي حد بيشتغل ريفت يتعلم دايمون، واي حد بيشتغل راينو يتعلم جرافيك. هو في، خلينا ناخد دي فرصه ان ثلاث نقطه مهمه قوي، نوجه رسالة إلى المجتمع بتاعنا العربي يعني، وخلينا نقتدي بشيخنا ربنا الله يرحمه الشيخ الشعراوي. سأله الشعراوي، أنت ليه ما ظهرتش إلا وأنت كبير؟ قال لهم عشان كنت بتعلم. فالشعراوي ما طلعش للناس يفتي فيهم إلا لما اتعلم. ده بس ليه أنا بقول المثال البسيط ده؟ إن الناس بتعلم برنامج امبارح بالليل، ويطلع يقول يلا بينا نتكلم في المجال بتاع كيف تعمل المكرونه البشاميل مثلا. طب هو لسه متعلم يعمل مكرونه بشاميل امبارح بالليل؟ ويجي النهارده بيعلم الناس يعملوا مكرونه بشاميل. فيعني ده مع الوقت هيبقى ليه انعكاس سيء جدا على المجتمع المعماريين، بخاصه الشباب الصغيرين. ليه؟ لان هو هياخد معلومه مش اكيده، مش حقيقيه، ما استوتش عند المدرس بتاعها اللي اداها له،
وما المدرس بتاعه ده اصلا ما يعرفلهاش ابلكيشن اساسا، فهيبقى عنده معتقدات خاطئه مع الوقت هيبدا ينقلها. واحنا عارفين الفيديو الشهير بتاع ان انا قلت لك كلمه بتنقلها لواحد، نقلها لواحد بعد 100 واحد هتبقى حاجه ثانيه خالص. ممكن كنت بقول لك هات قلم وصلت له القرار راحت المحله كده. فخلينا نرجع تاني للبهرام، الناس محتاجه تتعلم طبعا، بس يعني يا ريت تتحقق من هي بتتعلم ايه، والناس اللي بتعلم يا ريت تراعي ضميرها رب يعني لله، يعني في الناس اللي بتتعلم منها تبقى حقيقيه. يعني لازم اتعلم من حد ذا ثقه. عندنا طبعا ابطال كتير في مصر نتعلم منهم. سامحني طبعا ان انا اتفرعت من الموضوع لان دي نقطه مهمه جدا جدا. في حد كلمني من الزملاء من فتره ياخد رايي ازاي يعمل ورشه في مجال اكس واي زد. فسالته انت بتشتغل بيه بقالك قد ايه؟ قال لي بقالي سنه. قلت له ما تعملش ورشه. وبصراحه طلع راجل محترم جدا، ان هو قال لي خلاص انا مش هعمل الا لما ابقى زي ما انت قلت بقالي 5 سنين بقى 4 سنين. طبعا مش بحط وقت معين، بس يعني لازم ابقى جربت الحاجه وهضمتها وبقيت بفكر فيها عشان لما اجي اعلم الناس ما بوصل الدنيا. ويمكن يعني ده نقطه مهمه فالناس تتعلم ريفت، تتعلم دينامو، الناس تتعلم رن، تتعلم جراسوبر. بس يعني يا ريت تنتقد اللي بتتعلم منهم. عندنا ابطال وعندنا ناس بتحاول، فاللي بيحاول يهدي شويه عشان طبعا في ناس واخداها مهنه ما فيش مشكله، بس ما يبقاش لو اتسال على الاقل يقول مش عارف. يعني حضرتك لما سالتني انا بقالي 11 سنه شغال بالبرنامج، وبقالي 7 سنين بعمل ريسيرش في الموضوع، وبقالي 5 سنين في جامعه امريكيه، وبقول لك هبقى ابعت لك الريفرنس. مش عيب ان انا ابقى مش فاكر اسم المعماري او اسم الطول او اسم الكتاب اقول لك هبعته لك، بس العيب ان انا اجود. يعني انت سالتني على الكومبيتيشن ديزاين وقلت لك بسيط، وقلت لك مين اهلا للنقطه دي دكتور مثلا. يعني ده عمره ما يطلع جيل مش عارف، لكن الناس اللي مش عارفه وبتهبط عندنا منهم كتير ده يبوظ الدنيا. فيعني ده نلتمسه من الناس يعني. ما شاء الله. بمناسبه سؤال حضرتك نسب العلم لا اعلم، يعني كان الامام مالك سئل تقريبا عن تقريبا جاوب فيهم كلهم لا اعلم. ف يعني كان في مثل كده بعدين حضرتك كان اسمه يعني طبعا يعني ده في مثل اسمه تذببت وانت حصرم، يعني هو يعني الحصرم اللي هو العنب اللي لسه ما استواش، فهو تصدى وبقى عمل نفسه زبيب، والزبيب ده المفروض بعد ما العنب يكبر ويبقى كتير يبدا يحوله لزبيب يكون فيه ميه. والله وزي ما قلت لحضرتك يعني كده انا واحد من الناس بحاول. يعني كنت الاول مش هكذب برضه، يعني انا ايه اخذتني نزعه الشباب، يعني كنت اقعد اكتب بقى انا كينج افريقيا والكلام الفارغ ده، قعدت فتره اعمل الكلام بتاع العيال ده. بس يعني مع الوقت حسيت ان الكلام ده مش صح، احنا كلنا فقراء. يعني الناس اللي عندها العلم فعلا مش هنا اصلا، الناس هناك، الناس اللي هناك دي بتشتغل على طول. فالمهم يعني ان احنا عشان نوصل للغرب نوصل ده محتاجين نتشارك العلوم. يعني احنا عندنا هنا في مصر ابطال حقيقي، في علماء، والعلماء دول ما حدش يعرف عنهم حاجه، وفي مجالاتنا احنا. يعني انا ليا زميل شغال معايا في البحث بتاعي في الجامعه الامريكيه اسلام، عبقري يعني ما شاء الله عليه، وعمره ما طلع قال انا بشتغل بيها اصلا، معروف في الكوميونتي بتاعه بس. على العكس ممكن يبقى عيل صغير متخرج امبارح بالليل وداير يقول يا جدعان ده انا الاله بتاعكم. فطبعا يعني خلينا نقول ان احنا خلينا نتشارك، اللي عمل حاجه يساعد غيره. يعني الحمد لله بفضل ربنا في ناس كتير قوي بتاخد رايي وبتتابع معايا، اساتذه ودكاتره وطلبه ماجستير وطلبه دكتوراه، وانا يعني سير لله يعني لسه حتى الدكتوراه بتاعتي ما خلصتهاش، وبساعدهم على قد ما اقدر. انا مش مستفيد حاجه بس عشان نرتقي. يمكن في ناس انا علمتها فعلا عدتني، يعني النهارده بقت اشطر مني. يعني ناس انا علمتها النهارده، يعني في طالب حضر عندي في يو تي دبليو ما شاء الله عليه شغال في شنغهاي بقاله دي 4 سنين ولا 3 سنين، وغيره شغال في دبي، وغيره شغال في انجلترا وما الى ذلك. فاحنا يعني خلينا نقول ان احنا زي ما اساتذتنا دكتور شريف بينقل لي علمه،
ودكتور هشام جبر استاذ ودكتور يمن قال لي دكتور رضا عبد الله ربنا يديله الصحه طول عمر يمن قال لي احنا هننقل وننقل كلنا لبعض زي ما حضرتك بتنقل لنا اللي انت وصلت له فيديوهاتك الكتير الكم المهول الزخم العلمي الرهيب اللي انت بتسجله الناس كلها تحاول ان هي تتشارك العلم بتاعها هنتطور لكن كل واحد فاكر ان هو اخترع العجله واحنا للاسف كلنا شارين العجله من الصين عمرنا ما هنتطور يعني انا بحاول اشار افكاري هي افكار شخصيه بس خلينا كلنا نجتهد نتحقق علميا من المصادر بتاعتنا واللي بيعرف في الحاجه يقولها ما بيعرفش يقول احنا وفي نقطه ثانيه بالمناسبه يعني خلينا نستغل هذه الفرصه العظيمه المسكنه لما كنت في بي سي انا اثرت النقطه دي انا كنت في بي سي من كام شهر مع استاذتنا دكتوره ايناس كنت في بي بي سي من كام شهر بيتكلم على فكره ليرنينج فور ايفري ون وكان لقاء طويل قوي يعني كان في نقطه كبيره قوي ان الجامعات الحكوميه الدكاتره بتحارب التطور في العلم دي كارثه كارثه مش عارف ايه وخاصه الجامعات الحكوميه الدكاتره بتحارب العلم ما اعرفش ليه عايزين الناس يتخرطوا بالمخرطه ويطلعوا كلهم بنفس الدماغ انا كنت وانا في الكليه في جامعه القاهره وانا طالب كان في دكتور يعني بدون ذكر اسامي هنجتهد ان لساني ما يتعصرش في اسمه يعني من الالهه في جامعه القاهره يعني. فهذا الاله استغفر الله العظيم كان طبعا دايما كده يعني روقني عشان انا بحاول ان انا اتعلم من زحه دي وقد يصل الامر ان هو مره قال لي انت معقد يا ابني محتاج تتعالج انت قال لي انت لفظيا انت متخلف ومعقد نفسيا وروح اتعالج مع ان انا كل مشاريعي بفضل الله كنت جايب فيها امتياز انا في المشاريع اللي انت جايب فيها امتياز معانا مشروع واحد بس عشان الامانه العلميه برضه كان عماره سكنيه المهم كنت بكلمهم بقى على فكرة وقتها على حضيض بابل المعلقه طبعا افتكرونا اهبل وقتها بصرف النظر يعني خلينا نرجع للموضوع فكان رافض فكره ان انا استخدم طول غريبه واعمل حاجات مجنونه وانت بتعمل كنافه وحاجات غريبه كده المهم في مشروع التخرج بتاعي ربنا اكرمني ان المعلم الخريجي كان استاذنا واستاذي دكتور شريف مراد ده رزق والله ان هو كان المعلم الخريجي بتاعه كان سبب ان الكليه عملوا لي جواب اعتذار رسمي من الكليه باللي حصل فيا في اخر السنه وعدلوا كل اعمال السنه بتاعتي بحيث ان انا حتى مشروع التخرج جيبني وصفت الحمد لله جبت ممتاز كل ريكورد تنزل معرض الكليه وما الى ذلك يعني ده تجربه انا قابلتها وعصرتها في دكاتره من اللي حاربوني وانا الكليه عشان بشتغل بالتولز دي مش هو ده ان انا في 2008 2009 كان ده من 11 سنه يعني ما كانش في اصلا راينو بكراك وكنت بفتح جوجل وقت تشاينيز سيرش انجن وادور بالصيني واترجم على راينو بالصيني قصه كده طبعا الكلام بقوله ده كلام غلط اصلا يعني ما كنتش اشتري راينو دلوقتي بس زمان اياميها كنت لسه ما اقدرش يعني المهم اني واي كانت غلطه عشان برضه لان انا الناس بتوع ماكنيل اسوشيت كلهم بيرسوني يعرفوني شخصيا طبعا احنا كنا غلطانين يا جماعه الشريف المهم يعني بنحاول طيب يا دكتور طب دلوقتي احنا مثلا صممنا شكل معقد او شكل فيه تفاصيل معينه على مثلا الراينو بالجراس اوبر بالحاجات دي هل هنقدر ننفذه؟ والله اي حاجة في الدنيا بتتنفذ يعني انا شخصيا يعني فساتين جربنا يخوتة جربنا مباني معمارية جربنا زي ما بقول لحضرتك جربنا في الاوبرا وكنا خلاص وصلنا لديل يعني انا اديتهم كوتيشن يعني عملنا داتا اكستراكشن والراجل اللي هو تي بي سي ده وافق على الطريقة اللي هننفذ فيها وكنا خلاص هنصنع بس في حد كده يلا مشكله هو اللي ولا جه واحد اجنبي مش مشكله مره ثانيه دلوقتي الحالي المشروع الثاني اللي بكلم سيادتك عليه ده اللي هيتصنع ان شاء الله في مصر بالمتل احتمال كبير يتنفذ وامثله ثانيه كثيره بقى شاركت فيها زملاء بره مصر يعني في التصنيع خلينا نسال السؤال اللي حضرتك سالته ثاني اي حاجه تتنفذ لان انا عشان اقول الحاجه دي تتنفذ ففي حته كده في النص بعدي عليها ان انا براشنلايز السيرفيس ده فانا عندي السيرفس عشان اقدر اقول هصنعه فالاول حاجه بعملها بشوف الاسيتس اللي عندي ايه المكن اللي موجود عندي سي ان سي في مصر عندي ليزر كاتر بس ما عنديش حاجه ثانيه حلوه قوي
بشوف الديزاين بتاعي ازاي هقدر اصنعه بالمكن ده. ففي الحاله دي الديزاين ده الشكل بيتغير شويه، هيتحول لبلانر سيرفس اللي كان هيبقى مثلثات مثلا. طب هل هو هيبقى ترانسبيرنت، هيبقى فيه مولينز يلوك الحاجات من بعض، ولا هيبقى متل ويتطبق ويدبس في بعضه، ولا هيبقى برنت تايلز وفيها زي تانجن جروف كده عشو معشو زي الابواب بتاعتنا خشب يركب في بعضه، ولا ولا ولا. المهم انا عندي المكنه بناء عليها بعيد تطوير التصميم بتاعي ان ينفع يتصنع بالمكنه دي، واروح اصنعها. اي حاجه في الدنيا ينفع تتصنع، ينفع تتصنع، بس قد ايه بقى كام في الميه من شكلها، ده بناء على الاسيت الموجود عندي في المكان اللي هصنع فيه والكوست. طبعا انا ممكن اعمل حاجه اقول اروح اصنعها في امريكا، اعمل البانلز واروح الصين اركبها في الشاشات واجيبها في مصر اعملها بميزانيه مصر، يبقى انا جاي هصنع. طب التنفيذ دوت هل هو مرتبط بمواد معينه ولا اي ماده؟ يعني والله انا فكره التنفيذ دي انا استخدمتها في البلوجن اللي انا عملته بتاع المتل، ان انا لو عايز اصنع سطح من المعدن، السطح المعدني ده لو انا افترضت ان انا احوله كله لمثلثات، مثلثات، فالمثلث ده طالع له زي اطراف كده، اي مثلث في الدنيا طالع له زي تشنيبه من الطرف بتاعه، هتتطبق من الاربع جوانب والثلاث جوانب وتركبه جنب بعض ويتدبس. يعني بتعمل في اي حاجه مش شرط مثلث، بس احنا يعني هنقول ان اي بلانر سيرفس ما اقدرش اقول ان هو 100% بلانر الا لو كان مثلث. ليه؟ لان انا لو عندي نقطه هي نقطه، نقطتين يعني خط مستقيم، النقطه الثالثه يعني بلين، بلين ده يعني بلانر ملوك، ما ينفعش افكر في اي حاجه ثانيه. لو نقطه رابعه ممكن تبقى فيها بند في السيرفس، عشان اتاكد ان هو بلانر سيرفس لازم يبقى مثلث، فخلينا نقول اي حاجه متشنبه وتتدبس هتبقى مثلث عشان ميك شور ان هي توتالي بلانر. اللي احنا بنتكلم على بلانر سيرفس، احنا مش بنتكلم على بلانر سيرفس، فما بقاش احتياج رئيسي ان هي تبقى متشنبه، لان هي لو انا عندي التكنولوجي ان انا اعمل سيرفس بندد دبل كيرفد متل، فانا ممكن اروح يبقى في روبوت ماسكه بالفاكيوم وحطه جنب اخوه وروبوت تاني كولابريتيف معاه وبيلحمه ريل تايم، فما مش احتاج اتنيه اصلا. يعني بحاول اتكلم بالمستقبل يعني ان شاء الله. طب ايه الاجهزه اللي احنا ممكن نستخدمها في موضوع التنفيذ؟ سألني اسئله من هنا خلينا بقى ايه، بما ان حضرتك سالتني السؤال ده نستغل الفرصه، حكيم اخوك حسب ايه بستغل الفرص زي ما الناس تعودت عامل. احنا عندنا في مصر شباب المعماريين فيها ناس جمال، يعني في اخ عزيز لي انا بحبه جدا 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 جدا، ممكن اقول جدا دي لسنتين قدام، دكتور ماجد زاغو بتاع طنطا. ماجد زاغو من الناس اللي نفسه يعمل حاجه. فماجد زاغو ده انا بذكر اسمه وهنميزه، لان هو اول مره عملنا ليرنينج فور ايفري وان كان مع ماجد زاغو، طبعا يعني اقتراح والتوجيه من اخونا العزيز انس حسني صديق العظيم، يعني هو طالب دكتوراه في انجلترا، ان شاء الله يبقى موفق قريب يعني يبقى دكتور. المهم يعني دكتور ماجد زاغو اول حد عملنا معاه ليرنينج فور ايفري وان. ماجد زاغو كلمني من كام يوم ان شاء الله هيوفقه، ان شاء الله نتمنى يعني، ويشتري روبوتك ارم في طنطا، في روبوتك ارم عين شمس مع دكتوره غاده ودكتور احمد حسامي ودكتور محمد الفيوم واساتذتنا برضه عاملين بروبوزلز يشتروا روبوتك ارم. جميل، تيجي الاكاديميه البحريه هتشتري روبوتك ارم، عندنا في الجامعه الامريكيه كتير هنشتري تاني. جامعه القاهره فين؟ يعني انا خريج جامعه القاهره. انا يعني طبعا دكتور رضا عبد الله استاذي من الناس الرائعين، اللي هو فعليا دكتور رضا عبد الله بيعمل المستحيل عشان يفتح حته كده في جامعه القاهره ندخل فيها تكنولوجيا البناء من بتاعتي انا اللي هي الجديد، مش بتاعتي انا يعني، حمار بيحاول بس اقصد من بتاعتي الكوكب يعني، اللي هي فكره التصنيع والمكن والادوات وهكذا يعني. ولذلك حتى ليرنينج فور ايفري وان في جامعه القاهره احنا رحنا عملنا الورشه هناك اربع خمس مرات مع دكتور رضا عبد الله، يعني بقى لنا كتير يعني، عملناها مرتين ثلاثه في 2018 ومرتين ثلاثه في 2019 وهنعملها الى ما لا نهايه، ربنا يديله الصحه وطول العمر. بيجي في مادته ويقول احنا النهارده وبكره وبعده في ساعه في الحصه مش هنشتغل، ونجيب حسب يعلم الناس. انا عنديش مشكله اشتغل ببلاش واشرح ببلاش في اي جامعه حكومه،
وعشان اقول لحضرتك مش في مصر بس، ان اي جامعه حكوميه في الوطن العربي كله ما عندهاش 16 في البلد. بس طبعا لو هي خارج مصر هيتكفلوا بالطيران والاقامه عشان نقدر ناكل عيش مش هنقدر. بس في مصر انا ممكن اشيل التكاليف كامله ما عنديش اي مشكله، مقابل ان الناس تعرف يعني هو ربنا رزقنا بالعلم ده مش عشان نعينه، فواجب علينا ننشره يعني، وكل ما ننشره يمكن ربنا يفتح علينا. ف يعني ما كان انصح الناس انها تشتري روبوتك ارم. طب ليه نشتري روبوتك ارم؟ روبوتك ارم ده دراع البسيط ده، المكنه بتقدر انها تتحرك في اتجاهات كتيره، بيركب عليها قطع تقدر تعمل طباعه، طباعه ثلاثيه الابعاد دي، يعني في منها بلاستيك او طين كلي سيراميك بتبدا ان هي تنزله في الطبقات على بعض، في منها ميتال بتبدا انها كانها زي الراجل بتاع الحديد اللحام بيلحم طبقات على بعض. ممكن اركب فيها حاجات تمسك الحديد بتبدا فيه، ممكن ان هي تبدا تشيل حاجات وتنقلها، يعني في استخدامات كثيره، استخدم واحد يعمل ده لوحده، استخدم اثنين واحد يناول الثاني الماتيريال، استخدم اثنين يعملوا مع بعض من غير ما تقاطعوا، يعني في استخدامات كثير قوي. وعين شمس عندهم اصلا اوريدي في قسم ميكانيكا، ويعني في جامعات كتير في مصر بتحاول انها تشتري، وفي جامعات الدكاتره بتاعتها مش عايزه تعلم حتى الشباب الهومز يعني. يمكن السبب ان انا قلت ان انا هتحمل تكاليف انتقالاتي واقامتي وكل حاجه، ان في جامعه من الجامعات حكوميه، وده كان موقف سيء جدا بصراحه. ان السيد عميد الكليه بدون ذكر اسماء اتصل بيا يقول لي يا باشمهندس كتير على ميزانيه القسم 500 جنيه انتقالاتك وشنطتك ونزل الجامعه عشان تعمل ورشه اللي هي ببلاش. قلت له طبعا حاجه محرجه جدا يعني. حاجه محرجه جدا. المهم anyway يعني، فكان اقول ان هي كانت سبب، ومن النهارده انا اقول ان انا ممكن اتحمل تكاليف عادي. ويعني في حتى في بني سويف دكتوره ريهام دسوقي عامله مؤتمر في جامعه بني سويف، هندعو ليه من دلوقتي، لان هي دكتوره ريهام حد رائع وتعاون جدا. وانا كنت اقترحت عليها ان احنا نعمل معاها ورش في المؤتمر بتاعها، و الورش دي هتبقى مدفوعه الاجر اول مره، بحيث ان هي تجيب فلوس في المرات اللي بعد كده هي تصرف على فكره ال $1000 اللي انا كنت بقول لحضرتك عليهم، بحيث ان احنا يعني انا هحاول ان شاء الله ان لم نوفق بان سيفي في غيرها، بس لما نيجي ندي المنحه للناس اللي هي المكافاه ال $1000 او 2000 او 3 لشخص او 2 او 3 او 10 زي ما ربنا يفتح علينا، يعني هتبقى في حاجه بتحصل في الصعيد بعيده عن القاهره، عشان تبقى مش مع المركزيه، تبقى مع انها توصل للناس اللي هي فعلا بتتعب وهي اصلا يا دوب قادره ان هي تحاول. وطبعا لو حد شغال في اي ريسيرش او اي حاجه ومحتاج شويه ناس شويه تبعته، اللي عايز يبعت تاني احنا تحت امره، لو احنا نعرف نساعده هنقدر، ما نقدرش هنشوف حد يساعد هنوجهه. ويمكن في مهندسه ريام احمد عبد الوهاب يعني شريكتي، احنا دايما مع بعض بنحاول ان احنا كمان لو في مجال الانفايرمنت في مجال الاربن نربط الكومبيتيشنال تول سواء راين او جرافور مع الانفايرمنتال اسبكت او مع الاربن اسبكت وغيره، بحيث ان احنا نبقى مغطيين الفابريكيشن، مغطيين الكومبيتيشنال ديزاين، مغطيين الانفايرمنتال اوبتمايزيشن، مغطيين الاربن اوبتمايزيشن او الكومبيتيشنال اربن ديزاين والكومبيتيشنال اربن ديزاين على الانفايرمنتال اسبكت، يعني كل ما هو له علاقه بالانفايرمنت بالاربن بالفابريكيشن بالديجيتال ديزاين كومبيتيشنال ديزاين، احنا نقدر ندي في سبورت المحتاج حاجه احنا تحت امره، ونقدر نعتبر ان بيم اريبيا هي التشانل لين بتوين احنا وكل الناس اللي عايز حاجه بعد بيم اريبيا احنا تحت امره. وحتى تبقى نبدا ان احنا لو الناس ممكن تشارك الناس تسمع وتتعلم احنا تحت امره. جزاكم الله كل خير دكتور. طب انا عندي سؤال بس، هل محتاج ان اتعلم كل الكلام دوت؟ خاصة البرامتر والخاصة بالحاجات ديت، ولو محتاجه ده محتاجه في التعليم الجامعي ولا في الدراسات العليا؟ كتعليم جامعي الناس تتعلم كتعليم جامعي طبعا. As much as you can تبدا بدري جدا، مهم جدا، لان انت كل ما تبدا بدري هتبقى هاي سكيل، وبحيث لك لما تتخرج تاخد القرار انك تستخدم التول تبقى انت جاهز. يعني انا مره حد سالني من جامعه القاهره
بيعمل الدراسات العليا بتاعته حاجه ليها علاقه بالديجيتال فابريكيشن، لقيته بيتكلم على الديجيتال فابريكيشن وعلاقتها بالتعليم. ما بقتش فاهم علاقه الديجيتال فابريكيشن بالتعليم، يعني انا بالنسبه لي ما فهمتهاش قوي يعني. دي نتيجه يعني شويه الناس لو بدات بدري بتبقى قادره ان هي تتكل قوي، يعني تصدم الفكره. يعني مثلا لما حضرتك تيجي تعرض عليا مبنى تقول لي عايزين نصنع ده، فانا عشان بقالي سنين بحاول فبقدر ان انا اقعد افكر، فبيجي لي افكار ابدا اروح ادرسها، يعني اقدر ان انا بجيت انسباير في الطريق الصح اللي انا اروح ادرسه واشوف المكان، اشوف الخامه، طريقه التصنيع، اكلم مين انشائي يساعدني، خلاص انا عارف الناس بره، مين بتاع البلاجن الفلاني اللي عامله اصلا، مين يقول لي نعمل ايه، يعني نقدر نطلع حاجه. لكن اللي هو اللي لسه متعلم فيه